انتهينا من أهم أمرين، الإنجاز في النفس والإنجاز في العلاقات، وجاءوا أمرين، الأول منهم نتيجة والثاني أهم. النتيجة هي الإنجاز في العطاء. ما يكفي أن الإنسان عنده صدق مع نفسه وإنجاز مع نفسه، ما يكفي أن الإنسان عنده علاقات جيدة وممتازة، بل يحتاج الإنسان أن يطلق لنفسه الخيال لينجز إنجاز يفيد البشر. حاول أن ترى نفسك في آخر عمرك وتلتفت وتطالع حياتك، ماذا تركت وراءك؟ ما هي الإنجازات اللي تركتها في حياتك؟ فكر في هذا، فكر في نفسك واسأل نفسك هذا السؤال: هل كان أهم شيء في حياتك هو فعلا أهم شيء في حياتك؟ أذكر مرة سألت واحدة في دورة من الدورات، قلت لها: شنو أهم شيء في حياتك؟ قالت: أولادي. قلت لها: كم ساعة تقعدين معهم في اليوم؟ قعدات تربية، مو قعدات حل واجبات، وقعدات تربية مو قعدات مع التلفزيون. إذا كان هذا أهم شيء في حياتكم، فعلا خلوه أهم شيء في حياتكم، أهم من الأنشطة والعلاقات الأخرى، أهم يا أخواني من الديوانيات والمجالس. حطوا أهم شيء، فعلا أهم شيء، لا تخدعوا أنفسكم. وعشان يكون أهم شيء فعلا أهم شيء، لازم الإنسان يكون عنده استعداد يقول لبعض الأشياء الأخرى: آسف. وربعي في الديوانية أقول لهم: والله سامحوني، أنا اليوم بروح أقعد مع عيالي. لأن أهم شيء في الحياة هو أن نجعل أهم شيء في الحياة فعلا أهم شيء في الحياة. عشان تقدر تنجز لازم يكون عندك هدف واضح، لازم تحدد ماذا تريد، ما هو المشروع الذي تريد أن تعيش من أجله، ما هو المجال الذي تريد أن تنجزه. لازم يكون عندك فهم واضح للنهاية، تبدأ بغموض ثم تتضح أكثر ثم تتضح أكثر، تعرف طريقك اللي أنت ماشي إليه، وتتأكد من أنك ماشي في الطريق الصحيح، وتتأكد أنك مشغول في الشيء الصح ما هو في الشيء الخطأ، عشان تكون فعال. كم نجاح للإنسان لو تأمل فيه سيجد أن النجاح هامشي. كم امرأة وصلت إلى منصب راقي والتفتت ولقت عيالها ضاعوا؟ كم؟ احنا طبعا نشجع النساء على مشاركتهم في الحياة وفعاليتهم في كل جوانبها، لكن أهم شيء في الحياة أن نجعل أهم شيء في الحياة فعلا أهم شيء في الحياة. خلونا نفكر شنو الفرق بين الإدارة والقيادة. الإدارة باختصار هي أداء الصحيح للأمور، لما نسوي شيء نسويه صح، هذا الإدارة. لكن الإنسان مو محتاج إدارة بقدر ما هو محتاج إلى قيادة، قيادة أن نسوي الشيء الصح. أذكر قصة شيء بسيطة بس عشان نوضح هذا المعنى. مرة في شركة في أمريكا أخذت مقاطعة لقص الشجر اللي فيها، فحطوا خطة دقيقة جدا، وزعوا الشغل، حطوا برنامج، وزعوا المشروع، حطوا الآلات. في اليوم المنشور طبعا يعطونهم المقاطعة فترة محدودة، سنة سنتين بعدين خلاص، فلازم يقصون أكبر كمية بأسرع وقت. وفعلا في اليوم المنشود راحوا الكل، والمدير قاعد يدير والشغل ماشي وكل شيء بدقة حسب المشروع. واحد من العمال صعد على شجرة عالية وبدأ يطالع يمين يسار عشان يصرخ ستوب. فالمدير طبعا ما في مجال ستوب، ما في مجال، الحياة ماشية، لازم نشتغل، لازم ننتج. فبدأ يصرخ دونت ستوب، وهذا يصرخ ستوب، وهذا يقول دونت ستوب، ما عندنا دقيقة نضيعها. كان يصرخ اللي فوق ستوب، احنا في الغابة الغلط. كم من انسان يعيش حياته بهذه الطريقة، في انجاز وفي شغل وفي انتاج، بس وين وفي اي اتجاه ولاي مجال؟ كثير من الناس ما يعرف ذاته ولا يعرف ما يريد، ولذلك يترك الظروف ويترك الآخرين هم اللي يشكلون له حياته. إذن حدد الأولويات ونظم أمورك على أنك تصل إليها،
وحط لك مشروع وإجراءات للوصول إلى هذا الأمر. كثير من الناس لما يأخذ دورات إدارة وقت، طبعا أستاذنا دكتور رشيد العميري هو اللي درسنا هالمسائل، كثير من الناس ينظرون لإدارة الوقت على الساعة 8 ايش راح اسوي، والساعة 9 ايش راح اسوي، والساعة 10 ايش راح اسوي، وتتحول الحياة إلى حياة ميكانيكية. أنا نصيحة، أي واحد يدرسكم إدارة وقت بالطريقة هذه قولوا له سوري، تحتاج إدارة وقت نفسك أنت، لأن إدارة الوقت أداة تخدمنا مو تقيدنا. كثير من الناس المشغولين بجدول أعمال وماشين وبرنامج وما حد يحضر عليه إلا مقابلة، وبعدين هل أنت فعلا ماشي في اتجاه أهدافك؟ انظر لأداة إدارة الوقت على أنها إدارة للعمر. رتب أولوياتك، ترتيب الأولويات في الحياة أهم من إدارة الوقت. ساعتين تقضيها تلعب مع عيالك شكلها ما فيها إنجاز، لكنها أهم من 20 مقابلة. وأوجه الكلام بالذات للشباب اللي مشغولين بالمجالس والديوانيات، فكروا كثير بهذا الكلام. والأخوات مشغولين بشاي الضحى، لازم ننظر على إدارة الوقت على أنها أداة تخدمنا تفيدنا، ما تتحول إلى قيود تقيدنا. لازم ننظر إلى إدارة الوقت على أنها أحد الأدوات التي نريد أن نحقق من وراها إنجازات. يقول الشاعر: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة، وهذا الأثر في آثار تركها وراءه، في إنجازات تركها وراءه. هذه الإنجازات قد تكون أولاد متميزين، مثل ما يذكرون واحدة من الصالحات تركت من ورائها 10 أولاد كلهم علماء. أي إنجاز عظيم هذا! ولما نتكلم عن علماء في التاريخ مثل ابن تيمية، ونتذكر أن تيمية كانت جدته، لأن هي اللي علمت العلم وأخرجت الأمة عالم بهذا المستوى. إنجازات، وقد تكون الإنجازات على شكل مشاريع هائلة ضخمة جدا يتركها الإنسان وراءه في أنحاء الأرض، في العمل الطيب اللي يقوم عليه الدكتور جاسم مهلل الله يحفظه، في اللجان الخيرية واللجان الخيرية بشكل عام الله يجزيهم خير. هذه الإنجازات، ترك الإنسان شيء وراءه يفخر به ويفخر من وراء أولاده. أما إنجاز الإنسان ترك وراءه بليون دينار تقسمت بين الورثة، أي إنجاز هذا؟ كل واحد يفكر، فكر ماذا يريد أن يترك وراءه. كثير من الجهود التي تبذل في المكان الخطأ، كأن الإنسان يصعد على الحائط الخطأ. التوازن بين العطاء القريب، عطاء القريب والبعيد، لا يكون تفكيرك فقط في الإنجازات البعيدة وتترك واجباتك القريبة، أدوارك في الحياة. بعض الشباب بعض الناس مشغولين بأعمال ضخمة، أمور تهم الأمة وأولاده ضايعين. توازن بين الأمور البعيدة والقريبة أساس من أسس النجاح. قانون الرئيسي في العلاقات كلها والقانون الرئيسي في العطاء قانون الحصاد. الله سبحانه وتعالى جعل سنن، ومنها هذا القانون: من زرع حصد. ما ممكن علاقة ممتازة تنتج بدون زراعة لهذه العلاقة. العلاقات ما تأتي وحدها، العلاقات تزرع زرعا. احفظوا هذا الكلام أرجوكم، في علاقتكم مع أولادكم، في علاقاتكم مع الناس، العلاقات تزرع زرعا. لا تتعامل مع الناس بقسوة وتقول لا هم يفهمون قصدي، آسف ما يصير. العلاقات تزرع زرعا، تزرع وتسقى وترعى، وننتظر ثم نحصد إذا نبي حصاد حقيقي. أما نبي نزرع اليوم ونقطف اليوم، آسف قطاف سيء راح يصير. وكذلك في الإنجازات، تبي تنجز مشاريع كبيرة، المشاريع الكبيرة يبي لها تفكير عميق وجهد كبير، ويبي لها بذل، ويبي لها علاقات،
ويبي لها مال ويبي لها. وحتى لو ما كان عند الإنسان مال، لكن إذا كان مؤمن بفكرته سيجد من يدعمه بالمال. فإذا قانون للعلاقات وقانون للعطاء.